أنا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المكرمات لساني. أنا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بدربها إخواني. أنا في سبيل الله طارت خطوتي، وعلى طريق الله قال لساني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، الحياة قانون أيضا زمن الزمن تقدم ونقران، الحضارة، الصناعة، التكنولوجيا، العلم تقدم أقايد المعيشة في الحياة مستوى يرتفع، وسعة الفلوس وسعة الخيار، يعني سفر تروح لمن ما خصني، شان الحرية شان الإسرائيل قرر هو الشغل موجود. نعم صحيح، ابن آدم وذن يخدم العلم، يعني روميين يخدم العلم وغنوية الحضارة، تبقى تستغل البرد، تستغل البحار، تستغل الجو، يقيم مثل وجهنا الدولة مع صوره. خصنا نضوض الله وجهنا، ولكن الله سبحانه وتعالى الناس انا قرات تيوض مع الناس غاو جنة ما يهم. يعني المهم ان الحضارة تقدم لمقرانة في الفرق لمقرانة جاء الزمن يعدون لنهارة، ولكن ما يوضش الإنسان قاس تقدم الحضارة يا الفلوس هذا راح كذا، ما يوضع الطمأنينة، يوضع شان الهدوء، يوضع شان هنا، يوضع شان الأرض نفسيا يعني العقلي، لا هو يوضع لنا غير الحاج دينا، إنما القلق ضار مقرانة نهارة براكين القلق تبدا ولكن تبقى القلق تبقى ذا الرعب ذا الخوف ذا الإرهاب ذا الموت الشغل مين يعني وذا هنا ليه وتشد هنا ما العالم اللي كمريه ايه وزي جنة وزي نقراني ايه وري جنة وري واسف وري حد زلازل نفسية والعقلية وذا الاضطرابات بنا من قفل الناس المصائب كثيرة. ما القيمة تقدم قبل العيان من الامراض الجودة للشباب الذي جايز انه يمر الذي المر يثمر دون استمر ليس عيان عين ما القيمه ما القيمه تقدم الحضاريه امو اذا ابن المد يصبح جيش نهم انت اللي كمل زين هم تضيع الغاو نغري في العالم مشاكل عظيمه من ما حل نجيت اتكاجي جيت نغري من ما حل مشكله بكاف مليات مشكله من الدقية قاع تقدم قاع الحضارة قاع العلم قاع الفلوس قاع الغنى قاع الجهد نرى إن قال مشاكل ذي عرج الجوع الجوع وهي منتشر ذي العالم ذي العالم اتصل بقع واسم مغاز اليوم وغروم سبحان الله شي مغاز وغروم يتمنظر وراء يبدأ نعشق ليس وهذا فين ما غير قيم ولا إنه إني شو ميروح من الحضارة من التقدم من العلم من المصانع عني وكسنوين هو الدين ومي وكسنوين الدين وكسنوين الهدى وكيزني وين نتفاوت وكيزني وين النور يبين زير واحد إن في واحد نسل العلم العلم بلا فوق كيف الهداية بلا الهداية بلا الصلاح الإنسان ما أنت القيمة نسل العلم ما أنت الفائدة ما أنت نفع ليس يدى ولا يسغل نفع من غنيني الملكات يجب أن نسكيني يموت نزيل والدي نغذر جدود نغيقلي من الملكات من غيافة ألفني وذان دروس يوداني غيفنا على هدى من الله دروس يوداني غيفنا قالك وبرنسي رب العالمين يعني صالحين مصلحين ديودان ديس الإيمان ديس التخوين دروس ولا وقليل من يغد من الخشن يش يعود هذا يفيش الباقي يودان يش نقسم يودان أثنى يفي إتكايت وطا جمالي الزد جمالي سمح جمالي الحلال جمالي الحرام جمال يتفى بريدة، جمال يتفوي، جمال يربح، جمال يتلع، جمال يغل خلط عمل صالح وآخر سيئة اليفجن. أما الأغلبية الغالبة يتصل أكثريا يوذن أثن يبغى قلب ميروس غلق باري المصائب مع المعاصي سيد رب العالمين ذي المخازن من يحارب سيد رب العالمين هو وزن ما غاش نتسيورد وزن ما غاش نتيني المناوية لأن أمويت نغيب لأن أنت ثنكي غصي ولا دروس عبد سيد رب مليح قين على ولا إيش نطايف أنا تكات وطوع إيش تنقذ غاق قميروس أنت تسقسي ذي الفلاسفة يفهم من الشباب إني قرين إني كندي الجامعة أنت تسقسي ذي المسكين سمنت الحل
مش غنجي الدوانيين ياخذوا الاستقامه على الهدى بروسي ولا اللي تكاتو الطنوه ما تلقي من العمل لنا هذه بنسي جوفوس هذه يلمسوا النغني من تلقي من اسم العمل الاسلامي الاستقامه الصلاه يديري مستمر طول الحياه ويتقدي عام الانبياء عايشين لديش الطهاره واسبوع واحد ورغم ذلك وقذن سيدار استغفار فما بالك اللي تجيش نعيش 80 90 سنه يتكاتوا الطوائف مخاوضوا فمن تحل جوان الشباب العلماء الاساتذه الشيوخ اي حزبيين اي نيقان قال الحل الغامش والحل الاشتراكيه هذول المرة الاشتراكيه ما لقيت انا روسيا 70 سنه كان يفرج الجوع يفرج في مسيره والو وغاس ان هذا غير شنو هذو فين يعني قال الديمقراطيه ما كاين ديمقراطيه يوزن الطاس وفين ونسيا بحنا بحنا سيبوارين والو انزياب انا قال ليبراليه والو انا الشيوعيه والو انا الطرقيه انا ما مش غني لا والله العظيم كوري جمني يشد وحبس لا كان غريش ديال النعيا يا ولد كوري جمني ندا كوري جمني قال شي كان شي تغير والو كان شي تغير عبرن قبلات فين نغيو دانا كان ماشي غيرين لي قابسه قال بالك الاغلبيه قرصني يلا هاد الفتنة غادي نمشى نحكي من موها باين ما جاتش الشمي ودان بغير حق ولا به كارثه هذه المصيبه اما ودي ذواني ذوات ربي سبحانه وتعالى ميزة ذوات سجل الصورة تم الزيان ديال القران ليستردن الايه ذوها ليستردن الستان ديال المصحف والله سيدي العظيم الا ذوات زي سيدي ربي الدنيا الذوات زي الدنيا امن تكمل ان شي العالم معنيك غا الصورة يا دي اول صور القران ديال 100 صورة ديال 14 ان شي معنيك غا يشتن غا ليستردن الايه ذوها 62 وجاي قال السيد ربي الدواء ما مش قال الدوايا تلقى الصالحين مزوره الصحابه غادي يدي سينما ناسن ما غير مرقا تراني يا يزن الشباب نغلي يا يزن دي مقرن تيني من تجي قال الصوره اللي مي غير مصدر مش جا الصوره قال سوى العصر ان الانسان الا في خسر اتغان شهر يسن متغان قال الوداع دعني شاف ونغلت بينما نهار قربت في ودا من غير جسيدي يو كان جن كشد حن جاب وايزا يو كان جاي ورا يو كان جاي اسم الجال جاي اسم الجال سبع الجلها الجليل مون غار غي وذن يوم الإنزغات الفتحة الفتحة أبغى الحمد لله رب العالمين لا والله من الصالحة لو قال والفتحة قال والعصر إن الإنسان لا في خسر والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالله سبحانه وتعالى يتجدد الصورة إن الله سبحانه وتعالى يتجدد الزمان الزمان قد ورد القرن واسع بهيم ولد جنوز ما في خلقه في الجيل ربي سبحانه وتعالى بطلوع الشمس وغروبها يتشس كلوري كلوري في الأوقات مثل ساعات مثل كشاس تمارا الوقت يجا الدين في التبارشين يجا النهار شمرار يجا الصبح مدغي نقاط الصبح تيري كلور مدغي يصبح تيري كلور مدغي يصبح تيري كلور مدغي يصبح عصا كذا ما يمت جملس شي ناس يودا يودا واغرين وابين دين سلمن سلم بنت على الوقت المي تدي الوقت المي سلون سلا بيزي كينا المي ما يمي قاشو مي غد ها قوسيق قنشد كقدر الوقت العدو ابي من غد قلت خبير شاش نسقسي خبير قاش خفيت واسقسي ها هر عصا يوسد هر مغاب هر عشاء هر نامي سبحان الله وزمان بهيم وزمان يخدم حد وزمان يجحد الله سبحانه وتعالى يتجدد زيز والعصر وحق الزمان الله اكبر لانه غاسج درجة طم خلط غاسي دار في الزمان سيس يحدد الحياة من تكمل واخا الدنيا ميزيد تاع ست زمان اتبدا لا تكمل ليها السعادة دوسان ديالي القرون الى اخره فالله سبحانه وتعالى يوصينا غير هنا غا ومغا وما كنا مش من الحالة خوهم يعدوا الوقت قام غات عدوا من الحالة هم تقلا غام لازم تقلا ينغني قد غير اسمع قد اني مذن اني مذن على خطا اني مذن طنباو اني مذن دبوارين والسن من مذن خلق سيدار في العالم ولهذا قالوا عما في الوقت نوم عما خاش شيو من الوقت بين غومتين سيدي تسدغاهم زارنت مره ودي حد يزار حد لا ولهذا قديس مره مي كنو غير فحال خاش تراجي كنو كنو السقسي خمت كيما قوالا لا بد لك ان تستقصر عن شبابكم عن زمنكم عن ايامكم عن فلوس عن كل شيء من دون مشاكل كنا وخا تستقصر ما نتقيم ما نستويم ما نتسخم الى اخره ولهذا ايها الاخوه الكرام خصنا ان ان شاء الله وانا ماشي خا النبي صلى الله عليه وسلم غير يشم مثل الحال هذه يعني الوقت اللي تاسن سنتي ولا مره غا وما وما كنا يشم مثل الحال خا كل وقت اللي تاسن يتعرض يخنس يتعرض في النص خارج يقارن غير قرية يتبين لها قبل الصبح يوسف العشية يا عشية الضوء إلى آخره
راه النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، بنادم الصحة فاس تسمى غاس بودان غاس الوقت، يمين يتجدد الدين ويتجدد الشهر. وانا اعوذ بالله اديري ولا غادي العقل اديري امها الصح في النسهر وقت غاس انت ويخدم والو ويتلك والو، ما مش غادي ننسى تلك مصيبة كبرى. ولهذا ما العصر قال الله سبحانه وتعالى والعصر يزيد ان الانسان لفي خسر. ما معنى خسر؟ اي يعني من الناس غادي يخسر، يخدم الناس الخاسرون الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، غادي يضيع يخدم الناس غادي يبادر، ذا واحد غادي يندم، ذا واحد غادي يسغوي، كيفاش هذا يا واقي لي يضيع يخدم الناس قبل سيدي ربي، يضيع يخدم الناس قبل يهوذا، دجيت المعصيه، فرد متهم وليس متقى والو ذي فايف هذا يخفف الناس النيل ها هو مين زين انه هو يستغل الوقت اللي يعمل سيدي رب العالمين في خسر اقد الخسار. فالله سبحانه وتعالى يخلقنا على منكون على منكون حاجه يخلقنا من ومن يسخر المغمر ذا الجنة يسكر الأنبياء يسنزل الكتب يسنن غبري ذني يمشي نغر عقل يمشي نغر على منكون نعمة من ومن باش الله سبحانه وتعالى نكلم ان شاء الله وحن اذني كرم اذني كرم. ولهذا من غني نجي ومن غنيت الله يقال امتحان يقال امتحان للدنيا تتميزي تتمازق تتجملي تتصفات ما التصنيف ذا واحد جيح ذي مزيان ذي مقرن هو يموت من يسقط يموت من يسقط من يوغى الاخيره وانا كاد اعمى من غاك والو كاد يمنى من تكيد له نشمت غير يمو يا شيخ انت يمو رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا واو كلا الراي مزغل هذا ما يعقب حد زي الاخيره لا ولا تعقب حد مذمن فهوني خسران وهوني خسر الانسان في خسر ما لا يخسر لانما بالعذاب بالعقاب بالعتاب بالندم الطارزوق نعوذ بالله وني نجح نقي نجح هذا راح نسلم من ثمانية رحمة سيدي رب العالمين غصني هذا ذي الجنة. ولهذا الله تبارك وتعالى يدفع الا الذين امنوا. ما معنى امنوا؟ يعني مؤمنين بان الكون اسباب النفس صاحبي واتي خلق يخفف النفس من ثمن قال اني هو السن سيدي ربي قال لا الكون اسباب النفس يتوالى يتسرى حاضر ناظر رقيب حسيب ياقب خوله وياقب خلع عقول واي سيدي نجم ولا نجم واي تطس واي يغفر الله سبحانه وتعالى عاود اني بدل المؤمنين السر الى سيدي ربي يفرح يتخيق يفرح مرد كل العمل الصالح يتخيق مرد كل العمل ذا عفان نعم فرح الذين امنوا بالله. ولهذا خصم هذا نجمن من يرزقن رزقن ديال الحسنات رزقن ديال الناس بحم وكينا المعر غادي يخبر سن كباري والمعاصي والدمين يهونا نشتد كتني واحري ثيني يهونا ثيني يسمحني وعار ثيني يسمحني وعار خل النفس العقل وين كان ما يوعى والو خل المؤمنين الصالحين وكا كين مجهود نسل باش هذا نجمن زير وسخ امني حتى الريم في الناس السرا والناس تقميجا ذين الناس زير وسخ كذلك يحضر اعمال الناس. ولهذا عمل صالحا ان كان عمل صالح ومثقال مره من ينفعني ولا الدنيا مره من ينفعني ولا الدنيا قال صح عمل صالح اذا الدار ولا النفقه كان جاب اعد احسن من غير ينفق الانسان ذي الخاون نعم خنم بعد ذلك ويسالونك ماذا ينفقون قل لا يعني ما يشتشى ماذا ويمدد مره قناس الخير اتعاون واتبد لك واطرح لك واتسخى لك واتصبى لك مره قناس العمل الصالح ومعليش مثلا مره تقول العمل الصالح يا يزن مغارب كيف مش غير المجتمع نعم نسال نسال مره شك تقول صالح وانت صالح وانت صالح مجتمع خسيار نصيدة ربي رخل القربين شك خاوط شك رخ شك شام شك مرغز شك سوار سبيكات شك صواب ويقيمون ودرب نزوري انتك حامد خرخش خرخش التكنولوجيا انه يفاهم تمام هذا المصيبة انا اعوذ بالله هذه الانسان امس طريقة العمل ربي قال عمل صالح وعمل الصالحات كذلك العمل الصالح ولدي ما نتقي التسيدي الا لا سيئين غسرنا المؤمنين ما نتقي العمل الصالح يدل على ان قديم الايمان ما لبنا نثرت تكشن عمل صالح يصبح ينفع خمس ينفع قديم الايمان نعم ف عمل تواصوا بالحق العمل الصالح عاون القران شحال اسم الايه شحال الايات امنوا زيد كمل وعملوا صالحا امنوا وعملوا الصالحات ادرس القران زي 50 تزود ادرس ذي القران امنوا وعملوا الصالحات ولهذا ونيجي مشى خفيه ولا نسلم من امن وعمل صالحا هنا قيس السلم غير غيسوا
وتواصوا بالحق يذل المصلي شو ناقص الحق، لان الحق زي سي يبدل الملك زي سي يبدا زي سي غير الحساب زي سي يدل الاخيره زي سي يدل مره ما تسلم ابي ينفع يذل يتقدا يزيد الحاضر تسلم الى الحق يجي توصل مغني هاو نستو هذا ما توصل هاو نسى وليدي قتلت كوا زي ما نقران وليدي قدر انتشار شد حشتي التاوي وليدي قدر المحد قد عندي قد كل شيء قد كل شيء وحكوا بريد قالوا تواصوا بالحق خويا غادي نضر الله يهديك قالوا له الزاج ذا وليدي زاج مش ما غا زاج وقال تاك مبرش ما نبدا تواصوا بالحق ما نبدا تواصوا بالحق ولان الحق الحق ما توصل زي سي وذا ماشي شغل نقرا مالت معاون غاز نعم مالت معاون غار حقي مسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يمسلم لنا دور ديج مرة دردوني جالسة يقول لهم سي وسي يسمن سنة مرة ما يمل يعني يقول لهم غير حق اصل البطر ذا غريب وقبل مشي النهار قربت ما يدير حق مرض كارث مرض ثغالفة فريش ثم غاف الدفع خمس البطر ولا يبقى انت سنيد الى ظالم واحرق لا عفوا ذي الجانت الدفع خلاص يا لطيف يا لطيف وهذه مصيبة كارثة ما تفديه ذي القرب الحق الى الباطل الحق عاودتني هذا مين اي ولا السنن الى وني غير تفن قبر اذا الحق غاس المسؤوليه غاس التكاليف النس غاس تمام النس يخصي ثاني صبر لان الحق غاس العنية الحق غاس العدو غاس يبدا نشاهنت ما ندورش تجيب الحق تشعر يدور فن هذا شكي نزرع قبر هذا شعار ولهذا تخمي الانبياء تخمي الانبياء شحال غاس ندير عداوات ما يمي لان السوار اول من الحق فكذلك يكون الجوذا لا يزن الطمغة طمز يعني من قرار دي ثلاثة نسم خامس دي المدرسة دي المعمل ببري ماني ما يجا ما رايش قارس نين دوكا نسبيين لكي سمارا يقارس نوال من حق يخسر يسبع ما يمي كوكي غادين يريو في غيشاهنا دين يريو هذا يقبرن ولهذا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما الصبر من يعني صبر صبر في المعاصي وش ما شاء الله قالوا لي اه شو اسمع قيمهم برقاره اذا يجيك صغار المغا يا رندر ايش هي مسوى احرافي وش انت ايش بتقالوا اذا ايش كنت تقلش اني غصبوا عجيب ما خلني ما احرق اذا رشيد غير من ذم تحترم انا كذاب شو دير قالش ولكن اني ويا العجب شو تحرفت وتقلقارو فتي كم مصيبة فالشيء اللي خسر مصيبة كسر معاصي كبري أنكسر معاصي أنت نكسر وسخطاعات طاعات صبارة وليدي صبارة الطاعة صدار العالم من حين وقت الصلاة خسر تجيب المجهود بالصلاة تجيب المجهود إذا غانا أبعى طريقي من عينة السعادة للدنيا الأخيرة يخسر أنت نكسر باسبور زي غادي نجمع صدار بالعالم آمنا الإيمان الصحيح بأن الله واحد يستحق عباده عمل الصالحات لا بد ابن الملك من سبحان الله وتواصوا بالحق لو وصلنا المسرح قاون زوجي زيد مرة أي وصل الصبع لأن الإيمان غنغي دون تسجارها تغان وبعد تسجارها من زيد تساو تساو العمل الصالح بلوى تساو العمل الصالح تازغ تازغ 100% من ابن الموسم هذيك شن العمل صالح للعباده انا بالطاعة انا بالكرم انا بالشجاعة انا بالجهاد ما راه يسمى كذلك من زيد تغيمة من الشجاعة من زيد يسير من عبد نادم سرحق يمنع عليه سرحق ما يقيم من المؤمن الذي يربح منه كذلك من زيد خاص يدفع صصبة ولهذا ما راه نقيمه ما راه خزاي خان الصورة يتغلى شفنا ان اذا غينا نقرا بيت الزغاثة الى قد كفى المسلمين تخالقني قبل العام نقرا قال الامام الشافعي ان الخبر اقام الصورة عظيمة قيود المراه من نسم جد ما راق الا العظيم المراه من نسدت الى ربي نده السوق يترقى بحط راس ما يقول الله سيدي من اما تف الشر ولا الكار ولا المصيبة اللي كان من القودة القودة مع عباد الله يتيلا ليس الماء ميفقن صغير هذه جريمة مصيبة كبرى كذلك يمنى ملاقي وذا المارة ونقل العمل الصالح يجي مريقي نشارك يجي نعم ونفضل غاشة يكسو بس نقصو ضان يقصو قموم نقص من زيما وشي يجي صالح والله العظيم حمام ذور ثمار ديس الجنة إن شاء الله نغي وفق سلام من العالمين من ديس الصورة أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي وليكم السلام عليكم أنا مسلم والنور ينبض في دمي ولسان كل المكرمات لساني أنا مسلم والشمس تعرف هامتي والسائرون بدربها إخواني أنا في سبيل الله طارت خطوتي
وعلى طريق الله قال لسانه.